كنت في محاضرة في الخفتي، والله يا أخوان رأيت منظر في حياتي ما رأيته عبر الجوال، وطلبت الرجل قلت له تكفى عطني الصورة أبوريها جماعتي في مسجدي وبقول لهم القصة حتى يعرفون أني ما أكذب عليهم، أبوريهم يشوفون رجل يا أخوان مات الآن ما له إلا 4 ساعات، تتوقعون يتحول وجهه وجه خنزير؟ تتوقعون؟ والله وأنا مسؤول عنها أقسم بجلال الله، واللي جمعني معكم في هذا الموقف أن وجهه وجه خنزير. الأنف اللي ترونه أقسم بالله انتفخ وخرج في الأمر، والعيون أصبحت مليئة بالصديد غائرة أجاركم الله، الشفائف يا أخوان أصبحت كأنها ربل أنف الخنزير أجاركم الله، كأن خنزير أمامك. كم له من مات؟ 4 ساعات. طيب ليش؟ لأنه يا أخوان والعياذ بالله أول أمر ما يصلي، الأمر الثاني مات يا أخوان أعزكم الله في موقف رذيلة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. الله لا يفضحني يا رب، أسأل الله لا يفضحني وإياكم يا رب، لا تفضحنا واسترنا يا رب، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم الأرض. والله يا أخوان لنا ذنوب حتى محدثكم، لكن الله يسترنا، والله يمهل يمهل يا عبد يفعل، لكن بتجيك لحظة ستندم بل ستلأم نفسك وتقول يا ربي ليتني ما فعلت. 4 ساعات يا أخوان وضعوه على المغتسل قبل صلاة الجمعة يكشف أخونا الغطاء، والله رأيته وإن أذلني واستأمنته حتى أريكم دون ما أرسلها لأحد، لأن أهله يعرفون. أبوه جاء لأبوه يسلم عليه يقول له يا أبوي الولد لكم، الأبو بكى نزل رأسه وبكى، يا ولدي أنا طالبك استر علينا غسله وتفنه تكفى لا تفضحنا. قال يا أبوي أبى أسألك، هذه ذمة أمام الناس، هذه ذمة أمام الناس، يا أبوي يصلي بكى، يا أبوي وش أقول للناس؟ وجه ولدك غريب، ولدك وجه خنزير على المغتسل، تكفى صارحني وش الموضوع؟ قال والله يا وليدي الصلاة ما يصلي، هذا أول أمر. الأمر الثاني يا وليدي تكفى لا تفرحنا، الولد والعياذ بالله مات ليلة الجمعة، لاحظ ليلة الجمعة على الكمبيوتر وهو يراسل أحد الفتيات عريان كما خلقه الله، والعياذ بالله. والله يقول أخونا مات وهو كأنه ممسك بفارة الكمبيوتر بهذا الشكل، تصور عريان ما يصلي والعياذ بالله وجالس ينقل جسمه عريان للعالم كله عبر الإنترنت، سترها الله وفضح نفسه.